المأساة اللي سووها في الجامعة. ما في حوار، في قانون وفي أحكام رادعة. نبغي الحكم الرادع لهم لكل من سوى لنا نفسه. المنامة مذابح قاعد تصير في المنامة، فقط قاعد يذبحونهم علنا ويحللون دمهم على يصاب. حرام عليهم يخافون رب العالمين، يتقون الله، يتقون الله في اللي قاعد يسوونه. حرام، حرام ما لهم دم.